السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعرف على كيفية حل مشكلة اختفاء علامة الدعم في حسابك على سناب شات. الطريقة سهلة جدا وبسيطة، لن تحتاج الى تنزيل اي برامج، لان الحل سهل جدا من داخل سناب شات نفسه. الحل سهل جدا وبسيط، وهو انك بتصور فيديوهات لايف في خريطة سناب اكبر عدد ممكن من الفيديوهات انك تقدر تصوره في الخريطة، وليكن مثلا 20 فيديو، 10 فيديوهات، 30 فيديو على حسب قدرتك، وايضا تصور فيديوهات لايف وتضيفها الى قصتي. أكبر عدد ممكن من الفيديوهات تقدر تضيفه إلى قصتي، وليكن مثلا 20-30 فيديو، وتستمر في عمل هذا الشيء إنك تضيف فيديوهات لايف إلى الخريطة وإلى قصتي، وإن شاء الله بترجع معاك وبتظهر علامة الدعم في الحساب مرة أخرى. المهم إنك تستمر في تنزيل الفيديوهات اللايف إلى قصتي وإلى الخريطة، وإن شاء الله مع الاستمرار في تنزيل الفيديوهات بتظهر معاك علامة الدعم مرة أخرى. دي كانت الطريقة. لو حابب تعرف معلومات أكتر عن سناب شات، اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وشكرا جزيلا على المتابعة.